فالله عز وجل في رمضان قد فتح لنا باب التوبة وباب العودة وباب المغفرة، فهل ندخل من هذا الباب؟ ترى يا إخواني الله عز وجل أخبر في القرآن: ورحمتي وسعت كل شيء. تعرف ايش معنى كل شيء؟ كل شيء. ماذا قال ربي بعد هذه الآية؟ قبلها أعلق تعليقا لأحد السلف وهو يقرأ هذه الآية فيقول: يا من رحمتك وسعت كل شيء، عبدك شيء من الأشياء، فاغفر لي وارحمني. الله عز وجل هذه الرحمة يكتبها لمن؟ اسمع بالله بعدها ماذا يقول ربي: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، الله يجعلنا من المتقين، ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الله يجعلنا من المفلحين. والمفلح والفلاح هو الفوز بالمطلوب، وأعظم مطلوب رضا الله ورضوان من الله أكبر. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً.